السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. وان شاء الله حلقه النهارده هنتكلم فيها عن موقع متحرر دوت كوم، وده يعتبر موقع اختصار روابط مش جديد قوي ولكنه كويس الى حد ما. فخلينا نشوف كده مميزات الموقع ونشوف الدنيا اللي فيه ونرجع مره تانية. زي ما انتم شايفين يا جماعه، الموقع السي بي ام بتاعه عالي جدا 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 لكل الدول. زي ما انتم شايف مصر 12 دولار والسعوديه 11 دولار وباقي الدول كويسه جدا جدا جدا. يعني عندك اقل دوله 5 دولار، وده ممتاز جدا يا شباب. وفي كل الدول اللي احنا عايزينها، اظن ان احنا مش عايزين اكتر من كده. يعني المغرب 5 دولار والجزائر 8 دولار، وده ممتاز جدا 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 يا شباب. فاظن ان احنا مش عايزين اكتر من كده. كل الدول اللي احنا عايزينها موجوده، والعراق كمان 8 دولار زي ما انتم شايفين. فاعتقد ده يعتبر من اعلى السي بي ام اللي موجود حاليا. وكمان في اثبات دفع للموقع، خلينا نشوف كده اثبات دفع. زي ما انتم شايف بيدفع للناس كلها زي ما انتم شايفين تقريبا. لو حاط اثبات واحد بس عشان يمكن الموقع ايه لسه بادئ، ما بقالوش فتره طويله ولكنه برده ما هوش جديد قوي. تمام، خلينا نخش مثلا على ماي اكونت كده عشان نعمل اكونت. وبرده شباب حابب اقول لكم كلمه بس صغيره، ما تعتبروش محتوى اختصار الروابط ده كمحتوى اهانه للمتابعين او حاجه زي كده، لا خالص. يعني الموضوع كله، يعني حتى لو اعتبرتها ان انا بعمل شرح موقع اختصار الروابط عشان باخد فلوس، وده مش صحيح تماما. تمام، حتى لو اعتبرتها كده او ان انا بشرح مواقع مقابل الفلوس، او يعني لازم اشرح مواقع وكده، لا الموضوع مش كده خالص. ولكن حتى لو اعتبرتها كده اعتبرها كدعم بس للشخص اللي بيشرح والشخص اللي بيطلع عينه في صنع المحتوى. تمام، يعني انا ما بكلمش على اختصار رابط واللي انا بعمله حاليا ده المحتوى الحلو، لا. يعني على الاقل محتويات الفيديوهات الثانيه، لو خدت بالك هتلاقيني بتعب جدا في فيديوهات. فعادي جدا لو انا عملت لي شرح اختصار رابط وخدت عليه فلوس، او عملت شرح الموقع ما وخدت عليه فلوس. تمام، فاتمنى ما تعتبرهاش كاهانه او كاي حاجه من الحاجات دي للمتابعين. تمام، ويعني انا ما بجبركش على انك تشترك في موقع، وما بجبركش على حتى انك تتفرج عليهم. يعني لو انت حابب تتفرج وتعمل لي اي دعم، تعمل لايك للفيديو وخلاص. يعني الموضوع حتى لو ما اشتركتش في موقع، يعني بس ده اللي انا طالبه منك. ما بطلبش منك تشترك في موقع، ما بطلبش منك تعمل اي حاجه. تمام، بس الناس اللي حابه تتابعني وحابه تدعمني تعمل لايك للفيديو وتخرج لو عايزه، او تكمل وتشترك في موقع لو عجبها. بس خش على الريفرال، ده اول حاجه بنحب تخش عليها. 30% اظن ان الموقع ده كسر كل القواعد. 30% ريفرال، ده ممتاز جدا اظن. خلينا نخش على ويزدرو عشان نشوف الدنيا جوه عامله ايه. نشوف كده بيدفع من اول كام. بيدفع من اول 1 دولار، لا بيدفع من اول 50 سنت. لا الموقع ده شباب رهيب بمعنى الكلمه. انا بصراحه اول مره اشوف موقع بالشكل ده. يعني 50 سنت على فودافون كاش واتصالات فلوس وأورانج ماني و1 دولار على باي بال و50 دولار ويسترن يونيون. طبعا تحدي وسيله الدفع، انت عايز تكتب وسيله الدفع هنا، وطبعا لازم تملى البيانات دي، سهله جدا. يعني هنا لو حابب تغير الايميل والباسورد او اي حاجه. وطبعا قلنا الريفرال 30%. وهنا التولز اللي كلنا عارفينها، كويك لينك دي لو عايز تختصر لينك بسرعه، المشي لينكر دي لو عايز تختصر اكتر من لينك، بتحط اللينكات كلها وبتختصرهم. الفول بيج سكريبت دي مهمه جدا طبعا لو حابب انك تشيل السكريبت ده. وكمان الموقع زي ما انتم شايفين سريع، وده يعني حاجه رهيبه. عايز تشيل السكريبت ده وتحطه في الموقع بتاعك في التخطيط، هيختصر لك كل المواقع اللي موجوده او كل حاجه موجوده في السايت بتاعك للموقع ده. نفس الكلام هنا، هيختصر لك برده كل حاجه في الموقع، في كل حاجه انت محددها هنا. يعني تشيل الدومين ده وتحط الدومين اللي انت عايز تختصره. تمام، يعني مثلا انا بختصر كل روابطي على بيتلي، فانت تشيل الروابط دي كلها وتحط بيتلي بيت دوت ال واي، ده هيختصر لك كل الروابط اللي انت حاططها جوه المدونه. عشان يعني ما انصحكش انك تستخدم ده، لان ده هيخليك تختصر كل الروابط حتى الروابط بتاعه المدونه نفسها. يعني انت لما تخش على الموقع وتخش على اي موضوع هتلاقيه مختصر، فلا يعني حاول انك تستخدم اللي فوق دي وتحدد الرابط بدقه. يعني تمام، والحاجات دي التانيه مالناش دعوه بيها. الماتش لينك دي لو عايز تشوف اللينكات بتاعتك بقى، ولو عايز تخفي اي لينكات، موضوع بسيط جدا وشرحناه اكتر من مره. هنا طبعا لو عايز تختصر اي لينك، ممكن مثلا ناخد اللينك ده. بالمناسبه احنا قربنا على 22,000، همتكم معانا. يعني لو اول مره تشوفني تعمل اشتراك في القناه، اول مره تشوفني تعمل لايك للفيديو، كل الحاجات دي بتفيد بتساعد. واعتقد الموقع ده الشباب يستاهل الشرح، يعني الموقع ده يستاهل الشرح. اول مره يعني اقول كده من زمان على موقع اختصار روابط، فالموقع ده فعلا يستاهل الشرح. طبعا هنا في كباتشا، تمام زي ما شايفين. الله اكبر الله اعظم. هنحدد هنا بس الحاجه ونقوله فيريفاي، بعد كده كليك هير تو كونتينيو. الموضوع بسيط وسهل جدا، تستنى 7 ثواني بالظبط وهتلاقي اللينك بتاعك ظهر قدامك. يعني الموضوع بسيط وسهل جدا. جميل، تمام، والموضوع بسيط يا جماعه. وزي ما انتم شايفين
يعني موقع حلو وسريع جدا وكويس جدا، وانا شايف صراحه مستقبل رهيب للموقع ده لو فضل ثابت على الاسعار اللي هو فيها دي، ولو فضل ثابت على الشغل ده. وبصراحه موقع زي كده لو ساب لو عمل الاسعار زي دي، فبيبقى واضح جدا 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 يا شباب ان الموقع ده معاه بادجت محترمه، فبالتالي بيقدر انه يدفع للناس بسرعه. وزي ما انا شايف طبعا الدفع في الموقع ده تقريبا يومي، تمام؟ الدفع هنا يومي، يعني ممكن لو طلبت تسحب في اي وقت يدفع لك، وريفرال 30% ده ممتاز جدا يا شباب. وكمان يعني 30% ده رقم رهيب، وكمان عندك كل حاجه هنا في الموقع كويسه جدا. زي ما انت شايف اثبات الدفع موجود، والسحب من اول 50 سنت، كل حاجه موجوده هنا، فده ممتاز جدا يا شباب. بس كده دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، وان شاء الله يكون الموقع ده عجبكم. اكيد هو عجبك لان الموقع بصراحه رهيب جدا. بس كده، يا ريت عجبك الموقع ده وعجبك الفيديو ده تعمل لايك وتشترك في القناه كنت عمرك تشوفني. وان شاء الله لو حابين الاستراتيجيه الاختصار رابط الفتره الجايه ان شاء الله، بحاول بس اجمع لك شويه معلومات عن الاستراتيجيه اللي انا هعملها، وان شاء الله اخليك تكسب فلوس كويسه جدا بموقع اختصار رابط. فخليك مركز معانا في الشرح بتاع موقع اختصار رابط، لان هيجي وقت واقول لك استخدم الموقع اللي انت عايزه اللي يعجبك، مش هحدد لك موقع معين تستخدمه. فبالتالي ركز في المواقع دي وشوف الموقع الانسب ليك والموقع اللي السي بي ام بتاعه ثابت واللي انت حابب تشتغل فيه، واشتغل فيه عشان قريب جدا ان شاء الله هنعمل استراتيجيه كويسه جدا للربح من اختصار الرابط. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام. Call.